أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. زي ما عودناكم إن حلقاتنا دايما بتكون موضوعاتها مهمة ومتخصصة علشان نقدر نفيد حضراتكم بمعلومات صحيحة. النهاردة هنتكلم عن التغذية، وده لأن التغذية السليمة من خطوط الدفاع الأولى للحفاظ على الجسم منذ البداية. معانا النهاردة ضيفة مهمة ومتخصصة في التغذية العلاجية، دكتورة عليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بكلية طب القصر العيني، وعضو الجمعية المصرية والعربية للتغذية الصحية والعلاجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. إزاي أعرف إن أنا عندي مشكلة وأقول لا أنا لازم أروح لدكتور تغذية علاجية؟ إمتى؟ عامة هي التغذية العلاجية يعني ايه؟ التغذية العلاجية يعني علاج ووقاية، يعني انا ممكن يبقى عندي مشكلة اعالجها بالتغذية، وممكن ان انا اقي نفسي اصلا من ان انا يحصل لي مشكلة. بعض المشاكل بتتشخص عامة بالاعراض، يعني يبقى عندي اعراض اشخصها او اروح للدكتور، مش لازم يطلب مني تحاليل، ممكن الدكتور يشخص عن طريق الكشف وعن طريق الهيستوري اللي هو التاريخ المرضي للعيان. زي أي. ايه مثلا؟ من الحاجات اللي الناس بتتخيل ان لو عملت تحليل ليها هيطلع لي نتيجه يعني ايديال او بيرفكت. زي أي. ايه؟ زي مثلا نقص المغنيسيوم. ناس كتيره جدا بيجي لهم اعراض ومش عارفين ده سببه ايه، والتحليل بتاع المغنيسيوم بالذات بقى مش اكيوريت قوي. ليه؟ لان المغنيسيوم كعنصر يعني كمعدن موجود بنسبه 98% جوه الخليه، أي. فبالتالي انا لو عملت تحليل في الدم لازم يبقى عندي بقى نقص شديد، وابتدت الاعراض توصل لمرحله ان انا ممكن ما اعرفش اعالجها، فبالتالي هو بيتشخص اكتر بالكشف. بالكشف. تمام. يعني من اعراضه الكرامبات، ممكن حد يكون بيجي له كرامبات بالليل كتير. تمام. عنده ارهاق، احساس بالارهاق. لو هو مريض ضغط بياخد دواء الضغط وما عندوش استجابه، الضغط ما بينزلش، بيعاني دايما من ضربات قلب مش منتظمه وسريعه، فبالتالي ده من الحاجات اللي ممكن تتشخص بالهيستوري بتاعها والكشف، يجي لي عيان اكشف عليه بدون ما اطلب تحليل. تمام، لازم ساعتها يبقى انا كده لازم اروح اتوجه لدكتور تغذية توجهي علاجية. الدكتور تغذية علاجية. تمام. بعض الاعراض زي سقوط الشعر مثلا ممكن يكون سببه نقص زنك، وفي نفس الوقت انا ما ينفعش اخد المعادن دي لوحدي، لان ايوه ممكن مع فترة تعمل لي مشاكل اكتر من المشاكل الموجودة، ايوه فلازم اخده برضو بحذر جدا. زي الفوليك اسيد مثلا، في ناس بتاخده متصوره ان انا ما باكلش فوليك اسيد كتير، فبالتالي ان انا هاخده مثلا من الخضار والفاكهه مش عارفه اكله، فاخده كاقراص، أو. وبالتالي ان انا ممكن يحصل لي مشكله اكبر، لان هو في دراسات اتعملت على الفوليك اسيد قالت لك ان هو بيعمل نوع من انواع الكانسر لو انا خدت بنفسي انا كتير بنفسي. كتير وفترات طويله، ايوه. فلازم يبقى تحت اشراف طبيب طبعا. طيب، في بعض الناس بتعتقد ان الرجيم حرمان من الاكل، ده صحيح ولا ده غلط خالص، يعني ده مش صح. يعني مش صح ان انا افتكر ان دايما ان انا عشان هعمل دايت ان انا هتحرم، بس في نفس الوقت انا ممكن اكل كل حاجه بكميات محدده. بس بيبقوا متخيلين بعض الناس ان انا مثلا انا هحط لك مثلا سي مكرونه بالبشاميل في الدايت، بحط لها على حسب هي نفسها فيها، بس احط لها بمقدار معين مناسب بكمية معينة. لسعراتها الحراريه. مش معقول هتاكل كميه كبيره عشان اقول لك الدايت واضحك عليك واقول لك الدايت مفيش فيه حرمان. هو مفيش فيه حرمان في الكميات، في حرمان في الكميات، لان كل حد بيبقى ليه بيزل ميتابوليك ريت، يعني سعرات حراريه جسمه محتاجها، لازم انا التزم بيها، ولازم اقلل كمان يعني حد قليل مش كتير عشان احافظ على صحه الكلاينت بتاعي. يعني ايوه. طيب، بعض الناس بيستخدموا الدايت مكان بعض. يعني ايه مكان بعض؟ يعني مثلا واحده راحت خدت نظام غذائي ايوه تديه لصاحبتها. فلصاحبتها تطبقه، يعني طب ده بيبقى ليه يعني ضرر على الجسم؟ لو هو اصلا الدايت عامه هو ايه؟ يعني هو الدايت اللي ماشيه عليه البنت مثلا هو دايت مظبوط مناسب ليها ولا لا؟ بس طبعا هو في الاول وفي الاخر غلط، لان الدايت لازم يكون الى حد ما متفصل على الحاله اللي قدامك او هو مناسب ليها. ممكن تبقى حاله عندها حاله مرضيه، عندها غده، عندها مشكله، والتانيه ما عندهاش حاجه، طب انا اديها ليه نفس الدايت؟ ممكن ايوه. يعمل لها مشاكل. طيب، ايه الاخطاء الشائعة في الرجيم؟ الاخطاء الشائعه في الرجيم حاجات كتيره. يعني اولا تبتدي من ان انا ماشيه على دايت مش مظبوط، بمشي ورا الموضه. يعني الدايتس دلوقتي بقى فيها موضه، زي كيتوجينيك دايت، زي الصيام المتقطع، دي حاجات بتظهر حديثه والناس بتمشي تجربها وبيجي لهم مشاكل. دي اخطاء. الاخطاء التانيه في الدايت نفسه، ان ممكن يكون شخص النظام بتاعه لازم يكون فيه ريستريكشنز قوي، ان هو يصحى بدري وينام بدري وياكل، لا ما بيمشيش على المواعيد، برضو غلط. ما بيشربش ميه كتيره، برضه غلط، لازم يشرب ميه كتير. بتحط تكتبي له خضار وفاكهه في الدايت ما النظام. بياخدهمش. تمام. بيشرب كميه كافيين اكتر من الحد المسموح، فبيعمل نفسه حاجه اسمها سلطة الوتر ريتنشن، يعني
بيجمع ميه جوه جسمه بسبب الكافيين العالي، فبالتالي برضه ما بينزلش ما بينامش. الناس متخيله النوم ده ايه يعني عادي، طب يعني ايه مشكله ما نامش يعني؟ لا، النوم بيأثر على مهم. هرمونات كتيره جدا، يعني بيساعد على نزول الوزن، بيمنع من الاكتئاب، حاجات كتيره قوي النوم بيأثر عليها. تمام. طيب منطقة البطن بقى اللي عاملة مشكلة مشكله عند الناس لمعظم كلها. الناس، يعني معظم الناس عندها المشكلة دي، ازاي نخسسها ونحافظ عليها، يعني نحافظ على المنطقة دي؟ بصي، مشكله البطن يعني برضو على حسب الحاله. انت ممكن تجيلك سيده كانت حامل وخلفت مرتين وثلاثه، خلفت مثلا بطريقه السيزيريان سكشن، فبالتالي هي بطنها بقى فيها ترهلات وفيها مشاكل كتيره، فهو على حسب الحاله. بس انا لو هقولك على شويه وقايه بين ان انا يحصل لي مشكله في البطن، اول حاجه لازم احافظ على قعدتي. في بعض الناس بيشتغلوا عدد ساعات طويله على مكتب على لابتوب وبيقعد كتيره، فبيقعد متني، فبالتالي بعد فتره يجي له ضعف في عضلات بطنه. لازم يقعد مشدود لازم كده. يقعد مشدود، ولو مش عارف يقعد مشدود بيشتري حاجات تساعده تتحط في الكرسي نفسه بحيث ان هو دايما يبقى فارد بطنه. في بعض الـ يعني الـ الاشاعات او الاراء ان اشربي ميه في وسط الاكل عادي، وفي ناس طلعت تضربت الاقوال وقالت لا الدكاتره بتقول كده ده غلط، احنا الميه داخله في كل التفاعلات الكيميائيه فبالتالي اشربها عادي. انا كدكتوره من خبرتي مع العيانين بقول لك لا، افصلي الاكل عن الشرب، يعني ما تاكليش وتشربي في نفس اللحظه، لا تاكلي وتشربي. فعايزه تشربي ميه اشربيها قبل الاكل، يعني عادة ان الواحد يشرب يشرب مية وهو خلال الاكل بياكل. دي لا انا يعني انا خطيرة. بقول لك، هي في حاجات بتبقى بالخبره هو عامه. في اقوال بتقول ان هو علشان يعني يسد النفس عن الاكل يسد او النفس يبقى اشربها قبل الاكل مباشره فعلا، واستنى مثلا 10 دقايق وابتدي اكل، هلاقي نفسي ان انا مش قادره اكل، انا شربت ميه كفايه، فبقى عندي احساس يعني مضلل بان انا مش جعانه لان انا ماليه معدتي ميه بس. ايوه. طيب عايزين نعرف ايه أهمية الرياضة بالنسبة للرجيم وتأثيرها على الرجيم؟ الاساس بتاعنا في نزول الوزن الفقدان الدايت، النظام المظبوط، ولكن الرياضه بتساعد ان هي بتزود الطاقه الخارجه، يعني بتزود الطاقه الخارجه بنسبه 25%، فبالتالي انا بستهلك طاقه كتير، وبالتالي ان انا هقلل بقى من التوتال بتاعي فهنزل اسرع. دي حاجه. الرياضه مهمه كمان في الحرق الدهون عامه، بمعنى ان انا مثلا لو اتمرنت، احنا في رمضان، فلو حد اتمرن قبل الفطار بيبقى الجسم مهيأ تماما، بس يكون التمرين خفيف، يعني بيلعب حاجات مايلد زي مثلا بيجري شوية، بيتمشى شوية، بيلعب قبل الفطار. قبل الفطار. الوقت ده بالذات الجسم بيخش على الجلايكوجين اللي هو بتخزن وبيحرقه، فبيبقى حاجة كويسة. الدايت الرياضة كمان بتعمل ري شيبينج، يعني البنات اللي بتخس بدون رياضة خالص انت في الاخر هيبقى شكلك مش حلو، يعني حجما رفيعة لكن شكلا ما انتيش شكلك هيلثي، فطبعا هي مهمة. طب نعمل ايه في فترة الكورونا علشان نقوي المناعة؟ طبعا يا رب الكورونا تعدي على خير يا بقى رب ان شاء ونشوف الله. نرتاح يا رب كلنا. يا رب. الكورونا، المناعة عامة مش حاجة بتتبني بين يوم وليلة، يعني أنا قررت دلوقتي يبقى عندي مناعة يبقى أنا خلاص هروح أكل خضار وفاكهة ومناعتي هتزيد. ايوه. المناعة بتبتدي من الطفولة، من أول الرضاعة الطبيعية، من أول الطفل لما ابتدي يعني أغذيه كويس. ولكن إن أنا لو هبتدي بشوية تبس تساعد الناس، إن أنا برضو هبتدي أقلل جدا من السكريات، السكريات بالحاجات، السكر الأبيض والسكر اللي هو داخل كنشويات داخلة في معجنات اللي هي بنسميها ريفايند جرينز، اللي هي بيشيلوا القمح الكاملة وبيعملوها ريفايننج، بيشيلوا منها كل حاجة ويحولوها لدقيق أبيض. دي أكتر حاجة بتضر المناعة. آكل لين بروتين اللي هو البروتينات اللي بتبقى قليلة الدهون، ما استخدمش قلي كتير لان ده بيدمر البروتين، يعني بيحصل له حاجة اسمها ديناتوريشن، القيمة الغذائية للبروتين نفسها بتقل، فبالتالي ان انا اكل كل حاجة طبيعية، اكل خضار، اكل فاكهة، اشرب لبن، اخد حاجات فيها فيتامين سي، حاجات فيها فيتامين اي، مصادر فيتامين سي معروفة سواء البرتقال، الليمون، الجوافة، يعني ناخد الفواكه. فيتامين سي لا أقراص لا، ولا من لو حد ما الحاجات عندوش الطبيعية؟ مشكلة والدكتور مش طالب منه فيتامينز، ما ناخدش اي حاجات طبيعية. فيتامينز، كل الحاجات دي بتضر الكلى والكبد، الكبد وبتترصد عليه، ومع يعني على فترة طويلة تعمله مشاكل. ايوه. طيب حضرتك لسه قايلة ان المناعة بتبتدي من الطفولة، بالظبط. عايزين بقى نعرف ازاي نحافظ على صحة أطفالنا الغذائية. طبعا اول حاجه لو احنا ابتدينا بالطفوله من اولها خالص، يعني الام اللي تقدر ترضع طبيعي ترضع طبيعي، لان احنا الرضاعه الطبيعيه ما بتعوضهاش حاجه تانية، يعني أي مفيش حاجه تعوض الرضاعه الطبيعيه. بلس ان اول ما الطفل
يبتدي بعد عمر السنه ان احنا ندخل له اكلات، نهتم بالاكلات اللي فيها حديد، ما نعرضش طفلي ابدا ان هو يبقى عنده نقص حديد، لان الطفل بالذات بنبقى محتاجين منه تركيز في المدرسه، محتاجين منه طاقه. اطفال انت عارفه ان هم قد ايه بيتحركوا حركات سريعه جدا، فلازم ان انا اخد بالي من الموضوع ده كويس قوي. طيب ايه اسباب واعراض السمنة عند الاطفال؟ السمنة عند الأطفال، السمنة عامة بتتكون لأي شخص من عمر السنة. من عمر السنة لو أنا ما حافظتش على أكل طفلي، وخصوصا في بعض الأمهات تيجي لك تشتكي إن طفلها رفيع، بتيجي توزنيه وبتشوفيه على حاجة اسمها جروث تشارت. الطفل لحد 20 سنة ما بنوزنوش على ميزان عادي، بنحطه على تشارت كده ونشوف هو فين. بتطلعيه بتقولي لها ابنك كويس جدا، مفيش فعل، أصله رفيع يا دكتور، رفيع. طب عايزة يتخن ليه؟ عايزة يتخن هو لو ما تخنش دلوقتي وما بانش عليه يتخن بعدين ليه بقى؟ لان الخلايا الدهنيه بتتكون من حاجتين، عدد وحجم. لما انا اجي ابقى طفل تخين وابتدي يتربى عندي عدد كبير من الخلايا الدهنيه واجي اكبر ويوم بقى بفكر اعمل دايت، جسمي هيقل في الحجم مش في العدد. فبالتالي لازم احافظ على اكل ابني. هو مش محتاج دهون قبل سنتين، يعني الطفل قبل السنتين مش محتاج ان انا اديه دهون، مش ممكن ما ياكلش دهون، ياكل الحاجات كلها مسلوقه، ياكل طيب والسكريات والحاجات دي، يعني بعد عمر السنة ايه بقى النظام الغذائي اللي الأطفال المفروض يبقى ياكل. ليهم؟ هو الطفل بعد عمر السنه ممكن ياكل اي حاجه، ياكل من اكل البيت، مش لازم حتى يتهرس، بياكل فراخ، بياكل بيض، بيشرب لبن، ياكل خضار، ياكل فاكهه، كل دي يعني مناسبه ليه جدا. طيب ايه نصيحة حضرتك للآباء والأمهات اللي بيبقوا قلقانين بسبب أوزان أطفالهم؟ يعني تنصحيهم هو بيبقى بإيه؟ ده بقى تأنيب الضمير، هو اللي فيه مؤثرات كده، وبتيجي بقى ضميرها مأنبها وعايزه بعد ما الدنيا باظت عايزه بقى تبتدي تعالجه. لا، احنا نحاول ان احنا نعالجه قبل ما يجي العيادات. طب لو هو جايب في العياده وطفل مليان، هنعمل فيه ايه؟ هل احنا بنعامله زي معامله الكبير وبنخسسه بنفس الطريقه؟ الاجابه لا، مش كده. الطفل لازم يتعمل له نظام غذائي مناسب لحالته الصحيه عشان ما اثرش على نفسيته، وفي نفس الوقت الطفل لازم يلعب رياضه. يعني ممكن انت تتغاضي عن الرياضه شويه او بتقلليها للناس الكبار، ولكن الطفل لازم تدخليه في رياضه لمده ساعه تقريبا يوميا، يتحرك. وبنقلل الاكل لتقريبا النص، وبنمنع بقى الحاجات الجانك فود والشوكولاتات اللي على طول والحاجات المصنعه، طبعا دي كارثه. طيب نمنعهم من العشاء علشان ما من ياكلوش العشاء أكل ممكن ويناموا؟ نديهم الصبح. لا، احنا ممكن يعني نحط مواعيد، يعني ممكن مثلا الطفل اللي كان بياكل جانك فود مرتين في الاسبوع نخليه له مره في الشهر. في فرق بين ان انا اكل بره البيت واكل اكل صحي برضو، وفرق ان انا اكل جانك فود اللي احنا مش عارفين هي متصنعه ازاي، يعني دي بتبقى كارثه. فالصح لو الطفل خلاص نفسه فيها قوي تبقى مره في الشهر. أيوة تمام. ماشي. أعزائي المشاهدين، هنخرج فاصل سريع ونرجع لكم تاني، انتظرونا. السلام عليكم، انا اسمي تامر عبد الحميد خشان، انا رئيس جمعيه شركنا للخدمات والمساعدات. احنا جمعيه شركنا بدات من خلال جروب على فيسبوك، ابتدينا نعمل انشطه خير على الارض مع الناس، ابتدينا ناخد بقى الشكل القانوني، وبناء عليه انشانا الجمعيه اللي احنا موجودين فيها دي، اللي هي مقرها في ميدان السيده زينب. احنا بنعمل وجبات يوميا في رمضان، وبقالنا 5 سنين 6 سنين بنعمل وجبات يوميا كل رمضان، بالاضافه ان احنا العيد الكبير بنذبح فيه طبعا. بالنسبه لرمضان والوجبات، احنا من رمضان اللي فات حتى تاريخه، حتى رمضان 2021، احنا بنعمل وجبات يوميا سواء في رمضان او في غير رمضان. بنحاول نكون شكل مختلف بغض النظر عن الكورونا، احنا بنحاول نروح للناس الفئات اللي مش مستهدفه قوي، بمعنى المستشفيات، القصر العيني، ابو ريش الاطفال، معهد الاورام، 57، المستشفيات دي مش بنخش جوه المستشفى، احنا بندي الاهالي اطفال المرضى اللي بره المستشفى. في رمضان بيبقى الخير كتير بالنسبه لابو ريش والاورام، احنا بنروح مكان ابعد شويه، الحمد لله عندنا عربيات وشباب متطوعين كتير، بنوصل لمستشفى القصر العيني عند قسم الولاده والحتت دي، مفيش ناس كتير بتروح هناك يعني. احنا بنطلع بالوجبات ما يقرب 200 وجبه 300 وجبه 150 حسب ما ربنا يكرم ونطلع، سواء مننا او من ناس متبرعين، بنطلع بيهم ونبتدي نشوف المكان، لقينا ناس بتوزع بنبتدي نروح مكان تاني ابعد شويه. أنا آلاء حمدي، متطوعة في جمعية شاركنا. الحمد لله الشباب بدأوا ييجوا يتطوعوا معانا هنا في الجمعية، الحمد لله النهارده يوم لطيف جدا، كان في ناس كبار في السن وكمان في شباب بيساعدونا في تجهيز الوجبات. وطبعا نفتكر دايما إن الشعار بتاعنا شاركنا الخير عشان يوصل للغير. أنا مدام عايدة جاية متطوعة لأهل الخير،
اني انا اعمل خير النهارده عشان اقدمه للناس. والنهارده باذن الله عملنا حاجات حلوه، عملنا مكرونه، عملنا جلاش، عملنا بانيه، والحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا. احنا عايزين نعمل خدمات للناس كلها وتطويع للناس كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا انا مصطفى مبابي مبنى السيدة زينب في جمعية شريكنا. عندنا وجبات فطار، بنعمل سحور على طول، شغالين كل شهر رمضان فطار. اللي محتاج علاج بنجيب، دواء بنجيب، اي حاجة بنقدم الخير للناس فيها في الجمعية. جمعية شريكنا كانت البداية لجمعية شريكنا عام 2016، حيث كانت فكرة خطرت في بال احد اعضاء الجمعية، ثم عرضت الفكرة على جروب أهالي منطقة السيدة زينب، وكان من فضل الله أن ظهرت جمعية شاركنا على أرض الواقع. ولم يقف مستوى انتشار الجمعية فقط على الأهالي المصرية، وتختلف جمعية شاركنا عن غيرها بأن العضوية لا تلزم شروط اجتماعية وتعليمية معينة، فإنه يشارك فيها أعضاء من مختلف الظروف التعليمية من الطلاب والخريجين، وكذلك تختلف الظروف الاجتماعية، وذلك لكي نزرع ثمرة العطاء والمشاركة الفعالة في مختلف الأعمار والإمكانيات. هيا بنا نأخذ جولة سريعة في جمعية شاركنا. جمعية شاركنا، شاركنا الخير يوصل للغير. ورجعنا لكم بعد الفاصل. معانا دكتورة عليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بكلية طب القصر العيني، عضو الجمعية المصرية والعربية للتغذية الصحية والعلاجية. أهلا بك تاني يا دكتور. أهلا. عايزين نعرف إيه تأثير السمنة على الأجهزة الحيوية للجسم؟ السمنة عامة بتأثر على حاجات كتيرة، يعني السمنة ممكن تبقى سبب للضغط، سبب للسكر، سبب للكانسر، سبب لحاجات اسمها مالنيوتريشن، ممكن تأثر على الغدد اللي في الجسم. يعني السمنة عامة بتبقى كارثة، يعني احنا لازم نعالجها. يعني دايما بقول للناس مش دايما السمنة شكل الجسم جميل او انت شكل حلو، لا، خافي ان انت بعد فترة ممكن يجيلك هشاشة في العظام، ممكن تقدريش تحركي لان حمل على ظهرك وفقراتك. فعامة لازم ان احنا السمنة نحاول نعالجها، يعني هي مرض. أيوه. السمنة مرض، ومرض عقلي اكتر. يعني ممكن تكون الناس متخيله ان السمنة مرض في البطن، انا بحس انه مرض في العقل عامه. يعني بتبقى الشخص يعني ماشي ورا الاكل بطريقه وشراهه وبياكل وهو مؤثر عليه، مش يعني ما عندوش وعي تام. ايوه دي بتبقى حاجه يعني حاجه مالهاش اراده. ايوه. طيب عايزين نعمل منظومه صحيه للبيت كله، يعني نمشي على نظام صحي للبيت كله. تمام. نمشي على نظام صحي للبيت كله. نبتدي من السوبر ماركت، يعني اول ما حد، يعني مثلا ست البيت اللي بتنزل تشتري حاجات من السوبر ماركت، ناخد بالنا كويس قوي هي بتجيب ايه. لو انت عايزه تمشي البيت كله على منظومه صحيه، يبقى انا هشتري حاجات صحيه من السوبر ماركت ومش هدخل البيت حاجه مش صحيه. يعني هستبدل الحلويات بالفاكهه، هحط خضار كتيره، احط لبن البان ومنتجات الالبان كلها كجبن وكلبن وكزبادي. دايما اتجه للحوم اللي ما تبقاش فيها دهون كتيره. حتى اللحمه نفسها مش صحيه ان انا اكلها كل يوم. تبقى مره في الاسبوع، وعوض الايام التانية بسمك، حتى بقوليات. مش لازم كل يوم يبقى فيه بروتين حيواني، ممكن يبقى فيه بروتين نباتي زي الفول، زي ان انا اخد حاجه زي العدس او الكشري، حاجات فيها يعني تكمله للبروتين من كذا حاجه. لكن اللحوم مره اسبوع يستحسن. يعني اللحمه الكتير قوي قوي يوميا دي مش صحيه. وبرده في نوعات الناس تقول لك اللبن، يعني في دراسات نشربه كتير، لا في ناس بتقول ما تشربوش ان هو في مشاكل. بالعكس، الالبان الدراسات اللي اتعملت عليها مش حقيقيه ان اللبن مش صحي، بالعكس اللبن صحي، بس ان هو بيساعد على نزول الوزن. يعني انت لو في بعض اللبن بيساعد على اللبن الكالسيوم. في بعض النظريات بتقول ان انا لو مستوى الكالسيوم اللي هو الايونيز كالسيوم لو قسته وكان مظبوط، ده بيساعد كويس جدا في الحرق. يعني الناس اللي بتشرب لبن وبتاكل زبادي، بتاخد منتجات البان عامه فيها بروبايوتكس زي الزبادي، بتنزل احسن. بس غريبة ان هي يعني بتساعد على نزول الوزن. يعني في ناس بتعتقد ان هي لا بتزود الوزن عشان فيها دهون، او هي فيها دهون. بس دهون مش هي ساتوريتد فات، اللي هي دهون مشبعة. بس مش ما بتأثرش على الكوليسترول زي الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم او موجودة في الحاجات الجنك فود، ولا مش دي. طيب في مواعيد معينة للوجبات؟
لو احنا ماشيين على نظام غذائي متوازن في كربوهيدرات وفي نشويات وفي دهون. المواعيد طبعا مهمه جدا، الفطار لازم يبقى بدري، انام بدري. عامه الناس الاصحاء بيحافظوا على مواعيدهم كويس قوي. يعني لو احنا من قديم الازل شفنا، هنلاقي معظم الناس اللي بتحافظ على وزنها هي الناس اللي بتظبط مواعيد نومها وفطارها واكلها. ايوه، زي ما بيجي لحضرتك كده ناس عايزين يقللوا من وزنهم، في ناس بتبقى عايزه تزود من وزنها. يعني أيوة. ناس بتاكل وما بيبانش عليها، يعني سبحان الله، يا بختهم والله يا بختهم. فعايزين نعرف يعني ده ايه حل. دول بيبقوا نحافه. اول حاجه مريض النحافه لازم نعمله تحاليل نتاكد ان هو نحافته دي مش عضويه. يعني ممكن تكون نحافه سببها مثلا نقص خلل في الغده الدرقيه، ممكن يكون سببها شويه ديدان، فممكن نكون ان احنا بنعمل برضو تحليل براز بنشوف صوره الدم اخبارها ايه، لازم نطمن عليه. عامه والنحافه ممكن بتطلع التحاليل كلها سليمه وهو عنده حاجه وراثيه في الجينات على كروموسوم معين مخليه ان هو ياكل عادي وما بيتخنش خالص. ما بيتخنش خالص، بس نطمن ان هو مش بينزل، مش بيفقد وزن على طول، لا. يعني على الاقل محافظ على وزنه شويه. ايوه. طب ايه علاقه الغده الدرقيه بالسمنه والنحافه؟ الغده الدرقيه ممكن تصاب بمرض تبقى ام هايبر، يعني بتبقى اوفر اكتف، بتشتغل بنشاط كبير، فبالتالي العين بيحرق وبيخس على طول. او بتبقى هايبو اللي هي عندها كسل. ممكن بتبقى وراثه، ممكن بيبقى مرض مناعي اصاب الغده خلاص اثر عليها وبقت هايبو. طيب هل هو مريض الغده لازم يبقى انسان تخين؟ يعني ده بحس ان اي واحده تعرف ان انا عندي غده انا هبقى ده تخين. سبب انا خلاص انا كده عمري مهما عملت ده. على فكره ده يعني تحليل غلط خالص، ده مش صح. ممكن يبقى مريض الغده ده جسمه يعني مثالي عن الشخص الطبيعي. ليه بقى؟ لانه عارف مشكلته، حدد المشكله، راح للدكتور صح، مشي على تعليماته، عرف مشكلته في ايه. مريض الغده مش بس مشكلته ان هو عنده مشكله في الحرق، ان حرقه قليل، هو كمان عنده مشكله في حرق الكربوهيدرات عامه، النشويات. فبالتالي هو يعرف انا هاكل ايه وهاكل امتى وهاكل ازاي، فيعيش حياته صحيه جدا ويخس عادي. ايوه، ما فيهاش مشكله. طيب دكتوره عليا، رمضان عندنا مرتبط بصوره ذهنيه معينه. أيوة. قطايف بقى وكنافه وقمر الدين وحلويات، ازاي نقدر ناكل من كل الحلويات دي ونحافظ برضو على وزننا؟ ناكل من كل حاجات عادي، ازاي بقى؟ ناكل كميات صغيره، يعني كميات صغيره. عايزه اشرب قمر الدين النهارده هشرب قمر الدين، بكره هاكل كنافه، بعدين هاكل بسبوسه، كل يوم هاكل حاجه نفسي فيها. لكن انا مش صح ان انا اكل كل حاجه مره واحده في نفس اليوم. ايوه خالص، بس هاكل كل حاجه، بس كل يوم حاجه، يعني كميات قطعه كده من كل حاجه، ما اخدش بقى كل حاجه في نفس اليوم بس كده. ايوه. كل سنه وحضرتك طيبه وانت طيبه. عيد الفطر خلاص يعني قرب. وطبعا في رنجه وفي كحك وفي فسيخ وفي حاجات اللي بتودي في داهيه دي. ايوه الجميله دي. طيب برده عايزين يعني ننظمها كده ونرتبها. هننظمها برده ان احنا في الفطار بس ممكن ناكل يعني الفطار اللي هناكل فيه كحك ما ناخدش في الغداء رنجة وفسيخ. يعني لا مش هينفع، مش هينفع. لازم فممكن الصبح مثلا نستبدل الفطار بتاعنا بكحك او ببيتي فور او مثلا ببسكوت مع كوبايه الشاي كده كلته ومبسوط. وفي الغداء في الغداء بقى همشي دايت، بقى همشي الاكل بتاعي. لو انا حد بيحافظ على وزنه هيمشي دايت، مش هياكل الحاجات دي. ثاني يوم ممكن بقى ناكل رنجه او فسيخ، ما ناخدهمش برده مع بعض. طب الرنجه انا ما عنديش مشكله فيها لان هي مدخنه وما فيش فيها مشاكل، ولكن الفسيخ لازم اخد بالي قوي من المصدر اللي انا بشتري منه عشان ما اعملش لنفسي مشاكل. احط مع الاكل حاجات فيها بوتاسيوم عالي، فيها مغنيسيوم وفيها كالسيوم، لان الثلاث عناصر دول بيعادلوا الصوديوم. يعني انا لو واحد عندي ضغط اركز على العناصر دول في اكلي، مع الوقت هلاقي الصوديوم والضغط بتاعي انتظم. يعني احط كابوتشا، احط طحينه، احط ليمون، احط اوراق خضراء، بقدونس. ممنوع طبعا اشرب مياه غازيه عشان ما الدنيا ما تبقاش مع الفسيخ. طبعا ممنوع. طب ومع الرنجه؟ ولا مع الرنجه. المياه الغازيه عامه اي نوع حتى الدايت منها فيها نسبه صوديوم عاليه جدا. بالتالي انت بتاخدي صوديوم من هنا وصوديوم من هنا، اي حد حتى الطبيعي ممكن يتعب جدا. يعني ما بالك بقى لو حد عنده مشكله صحيه، عنده ضغط ولا عنده سكر ولا عنده حاجه في القلب. طبعا دول يعني لازم ياخدوا كميات قليله جدا، ما تعديش ال 100 جرام، وهي مره واحده بس لو يعني دكتورة عليا، في بعض الناس بيجوا لحضرتك بيقولوا لك عايزين 3 وجبات بمواعيدهم، يعني نحاول نطبق عليهم. ده دايت يعني؟ ايوه يعني دايت. انا ضد الموضوع ده. لا بس انا هريحك وهقول لك على حاجات. يعني ليه؟ لان انا مثلا ممكن اقول لك دلوقتي الفطار شوفان، 4 معالق شوفان مع كوبايه لبن، او خدي نص رغيف مع بيضه، هل ده كل الناس تنفع تمشي على ده؟ طب ممكن يكون جاي لي عيان محتاج 1800 سعر، ممكن بدل ما احط له نص رغيف بلدي احط له رغيف كامل. فعامه مفيش نظام، بس دايما اخلي وجباتي صحيه. مثلا ممكن الفطار بتاعي عامه البيض وجبه مثاليه للفطار، لان بتاخدي وجبه فيها بروتين،
فيها فيتامين د مع مثلا ممكن ناخد زبادي، ممكن ناخد معاها عيش. دايما الجأ للبدائل الصحيه، العيش دايما لازم يكون هول جرين. هول جرين يعني الحبه الكامله، الحبه الكامله عشان ما تعرضش للحاجات اللي هو العيش البلدي بتاعنا، العيش البلدي بتاعنا، او حتى لو عيش تاني توست هول جرين برضو مفيش فيه مشكله خالص. طيب عايزين حضرتك تختصي برنامج سكان المجره بوصفه سحريه للتخسيس، يعني اللي قاعد دلوقتي بيتفرج علينا عايزين بقى نعرف وصفه كده تخسسه. يعني وصفه سحريه للتخسيس، ممكن اقول ان احنا لو بعد الساعه 6 ابتدينا نعمل صيام متقطع كلنا، ان احنا ما بناخدش اي حاجه فيها سعرات حراريه، بنسيب معدتنا ترتاح تماما. حتى انا لو ملخبط في الاكل الصبح ما فيش مشكله، بس وانس ان جت الساعه 6 زي سندريلا كده هرمي الاكل ومش هبص له تاني. من الساعه 6 ابتدي اعيش على المشروبات، ممكن اشرب عصير ليمون بدون سكر، ممكن اشرب شاي، ممكن اشرب قهوه خضراء، ممكن اشرب قهوه عاديه، ممكن اشرب اعشاب. كل دي حاجات مع اللونج تيرم على الاستمرار هتفرق قوي. اكتر حاجه للبنات في بطنهم هتلاقي بطنها بتتشد، يعني ممكن تبقى هي اوفر اول هي شكلها مليان ولكن هتلاقي بطنها مشدوده، ظهرها مشدود، هتلاقي جسمها حلو. الزبادي بالليمون بالليل والحاجات دي للبطن، الزبادي فيها بروبايوتكس وفيها كالسيوم جميل جدا وفيها بروتين، والليمون فيتامين سي، حاجه صحيه جدا نحطهم على بعض. ايه علاقتها بقى بالتخسيس؟ انا مش عارفه. لا هم بيقولوا يعني بتخسس البطن. لا لا يعني مختصب منطقه البطن، ملهاش علاقه. الزبادي عامه بتنشط حركه القولون، طول ما حد حركه القولون بتاعه كويسه، ما عندوش امساك، بياكل كويس، بينام كويس، بياكل زبادي قبل النوم، فامتصاص الكالسيوم ليه هيبقى عالي قبل النوم. فبقول لك برده ان نظريه الكالسيوم دي موجوده في الطب، ان حد الكالسيوم بتاعه مظبوط بيخس احسن من شخص تاني الكالسيوم بتاعه مش مظبوط. حضرتك في الاول اتكلمتي عن نفسيه المريض اللي عنده سمنه، عايزين نعرف ازاي نقدر ان احنا نساعده، يعني كعيله او كاصدقاء نساعده ازاي. نفسيه المريض زي ما قلت لك في الاول ان هو يعني بختص ان السمنه مرض عامه في العقل نفسه مش في المعده. ليه؟ لان بعض العيانين، مش بعض، معظمهم بياكلوا وهم مش جعانين، هو بياكل عشان يتسلى، بياكل عشان يضيع وقت، بياكل وخلاص. فعشان كده بقول ان هي في العقل. وفي حاجه اسمها ايموشنال ايتينج وستريس ايتينج، يعني حد عنده مشكله واتيفر بقى في شغله في حياته ياكل، واحد متعصب ياكل. فدي كلها مشاكل ليها علاقه بالسنترال نيرف سيستم اللي هو الجهاز العصبي نفسه. وبالتالي ان انا لازم العيان اخد بالي كويس جدا منه، ان انا لازم اقعد معاه افهمه. يعني هو لو فهم واقتنع مش هيعمل كده تاني. ان انت مش لازم وانت جعان تروح تاكل، انت ممكن تعمل مشروب، ممكن تشرب حاجه، ممكن انت لو انت واحده بنت يبقى لك هوايات حاولي تشغليها. كل واحد فينا بدل الاكل، بدل الاكل يعني بدل الاكل اكيد كل حد عنده حاجه معينه ممكن يشتغل عليها في حياته. وبعدين ما فيش حاجه سهله، يعني كل حاجه النجاح صعب. الدايت نفسه هو بدون حرمان وكل حاجه وبندخل كل حاجه، بس لازم عندنا اراده. لازم عندي حافز، والحافز بتاعي مش بس ان انا يبقى جسمي كويس، لا اكيد انا لو ست هبقى عايزه ابقى حركتي بسيطه، لو راجل ابقى عايز ان انا اقدر اخدم عيلتي، اخدم ولادي، ابقى اقف جنبهم، مش هبقى على طول تعبان. فبالتالي لازم اطلع الحافز ده، لازم اسيطر على عاطفتي جدا واسيطر على الستريس بتاعي جدا، اكل اكل صحي لو انا جعان. حتى الرياضه من الحاجات اللي بتقلل الابيتايت، يعني انا لو الشهيه، انا لو لعبت رياضه نص ساعه ممكن ما بقاش عايز اكل خالص بعدها، فعلا بتقلب. ممكن انا مثلا في البيت امشي 40 خطوه، امشي 20 خطوه، اقوم اشرب كوبايه ميه، اعمل حاجه سخنه في اشغل بيها نفسي، اشغل نفسي بيها، اكلم في التليفون مع صاحبتي، اكتب لو بحب الكتابه، ارسل، المهم ان انا اشوف اي حاجه. وهي دي الحاجات اللي احنا لازم نتكلم فيها مع العيال. نشكر حضرتك جدا يا دكتور. ميرسي. أعزائي المشاهدين، كان معانا النهاردة الدكتورة عليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بكلية طب القصر العيني، وعضو الجمعية المصرية والعربية للتغذية الصحية والعلاجية. بنشكر حضرتك تاني يا دكتور. ميرسي. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. سعدت جدا بوجودي معاكم، ويا رب نكون أسعدناكم. انتظروني الحلقة القادمة إن شاء الله، موضوع مهم جدا جدا.